يا سيد الفكر، يا سيد الفكر، أنت الآمر الناهي، والنور منبثق من وجهك الزاهي، وأنت درة تاج الدين جوهره، بل آية ضاق عن توصيفها فاهي، محمد محمد ورسول الله تعشقه، من الحسين عظيم القدر والجاه، أدامك الله للألباب شمس هدى، فأنت في شرعنا فضل من الله، فأنت في شرعنا فضل من الله. من بلدته الجنوبية خربة سلم إلى العاصمة بيروت بدأت رحلة الشاعر عباس فتوني الذي مخر عباب بحور الشعر، إلى أن كانت رسالة الماجستير. حقا كان لي شرف يافع أن التقيت به، حيث أجريت معه مقابلة حول سيرة العلامة السيد عبد المحسن فضل الله قدس سره، حيث كنت منكبا على كتابة رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية. واستغرق هذا اللقاء حوالي نصف ساعة. استمتعت كثيرا برحابة صدره وسعة فكره واطلاعه. حييت تدعو للحوار ووحدة الأديان، تنصر القدس الحبيبة، تحفظ الأرض السليبة، تجاهد العدوان، تهوى المقاومة التي أعطت دروسا بالإباء، هي نقطة الضوء في الليلة الليلاء، صنعت درة تاج الوطن، وصغت أنشودة الزمن من نور عمتك التي تجلو دياجير الفتن. ولأن رحيل السيد قدس سره كان وقعه مؤلماً على الأمة أجمع، فقد وجد الشاعر عباس فتوني في رثاء العلامة المرجع فرصة للتعبير عن مدى المكانة التي يتمتع بها في وجدانه، فنظم لأجل هذه الغاية مرثية شعرية بعد رحيله. كان لي شرف كبير أن قمت برثاء العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله طاب ثراه وأكرم الباري تعالى مثواه، حيث كتبت تأريخا شعريا. هذا الشعر يؤرخ وفاة العلامة فضل الله حسب حساب الجمل، يعني بعد كلمة أرخ في الشعر نجمع أرقام الحروف فنحصل على السنة التي قضى فيها السيد فضل الله. كنت في أعين الكبار حكيما، كنت في أعين الكبار حكيما، وأبا للمستضعفين رحيما، أنت باق رغم الحمام، مثالا للتقى، مرجع الأنام، كريما، صاحب الفضل
كم تركت فراغا طبت في روضة الخلود مقيما حسبك الله منعما حسبك الله منعما يا دموعي أرخي قد أعطاك أجرا عظيما. الشاعر فتوني الذي اعتلى المنبر في عشرات المناسبات الأدبية وحاز على العديد من الجوائز التقديرية والتقى الكثير من الشخصيات الدينية والسياسية، بقيت صورة السيد رضوان الله عليه الأكثر حضوراً في ذاكرته الشعرية. العلامة فضل الله من الشعراء الذين ولد الشعر على أفواههم وتفتحت لديه هذه الموهبة في سن مبكرة. العلامة فضل الله منذ أطل على دنيا الوجود في سنة 1936 لم يكن يفكر أن يكون شاعرا. لماذا؟ لأن الشعر فرض نفسه عليه. كثيرا ما استشهدت بأبياته. أذكر أنني كنت معرفا في ذكرى رحيل الإمام الخميني في السفارة الإيرانية، وحين عرفت سماحة السيد عرفته بأبيات قالها: إننا مسلمون، إننا مسلمون، كل تحايانا سلام ودعوة للقاء، لحياة تهفو، لقلب يرف الحب فيه، في أغنيات الإخاء وكيان يشده الحق بالقوة والعزم في طريق السماء. إننا مسلمون ولتشهد الدنيا بأننا في طريق الأنبياء. ولأن رحيل السيد لا يعني توقف رسالته التي استكملها أبناؤه الذين ساروا على نهج والدهم، فإن الشاعر فتوني أثنى بأبياته الشعرية على تلك المسيرة التي تتوهج يوماً بعد يوم. إن رحيل العلامة فضل الله كان مؤلماً جداً، وهو مصاب جلل بلا مناقشة، بيد أن عزاءنا ما تركه لنا من إرث طيب وهو أفلاذ أكباده الذين يسيرون على خطه ويتابعون مسيرته، لا سيما العلامة السيد علي فضل الله حفظه الله ورعاه. عزاؤنا فيك أنك وفدت على الله ودخلت رحمته الواسعة، ربط الله على قلوب محبيك من إخوانك وعائلتك وبنيك. نقول لنجلك الذي يحمل مشعلك ما قاله الشاعر يوما: أبوك ما مات، أبوك ما مات كما أوهموك، أبوك ما مات كما أوهموك، بل لم يزل في الناس حيا أبوك. ما مات من مثلك ابن له في العلم والفضل وحسن السلوك، فقل لمن مات بجثمانه روحك فينا مثلتها بنوك، روحك فينا مثلتها بنوك.
لم يكن السيد محمد حسين فضل الله مجرد مرجعية دينية ومفكر فحسب، بل كان أديباً وشاعراً نهل من كتاباته جيلاً من الشعراء، فترك في ذاكرتهم بصمة، فنسجوا له أبياتاً وقصائد وفاءً له. قر عيناً سيسقط الطاغوت، كذب الموت لن تموت، كذب الموت لن تموت، سوف تبقى عبر المدى رائد العلم والتقى، معلم الطهر والنقاء.